أنا اسمي وفي زريقة من كفر كنا، متزوجة وعندي ولدين، واحد في الصف الرابع والبنت في الصف الثاني. بالنسبة لأولادي أنا بتمنى إنه لأولادي وغير أولادي كمان إنه يعيشوا أول إشي بدون عنف. عنا الإسلام ومسيحية بعيشوا مع بعض تآخي وسلام. هاي الفترة عنا مشاكل صار بالمنطقة، مثلا الواحد بيكون ماشي بالشارع مثلا يروح محل مثلا فيه الأغلبية مثلا يهود، ممكن يحس شوي خوف أو عكسي كمان الإشي. هاي آخر فترة لأنه حتى صار بقلبي مثلا المراكز التجارية والأشياء محاولة اعتداء وعدم احترام الغير يعني من قبل الشعبين، وإحنا هذا الإشي بدناش إياه. أنا بالنسبة لي التعايش إنه مثلا إحنا يكون عندنا احترام بين اليهود والعرب، نحترم بعض. هو الإنسان بدون وطن فيش له قيمة يعني. بالنسبة لإلي يعني الوطن إشي مهم، لأنه إحنا بنشوف أمثلة يعني كثير ناس طلعوا تركوا وطنهم كيف عايشين، وبكونوا عبء على المجتمع اللي راحوا يعيشوا فيه. الواحد بدمه بعيشته، حياته كلها بيقضيها ببطنه.